خطفوني ولادي يا سيدنا، شفت وانو مثل الاعمار 4 سنين بالخلف عنو شيء، وانا ابني حبسته انا ابنتين عم يتصرفوا حبتنا بالوهي يا سيدنا دخل انسى كم ولتي مش جالس من نرضى بكفينا اتشجر لكن عم تكوينا انتي اسلام واحضر وحدك قادر تشفع فينا يا ريت كانوا يسمعوا مني كانوا بلادهم صيروا جنبي والأرض لما بترحل القوات بتزيد عشوب الدنيا عندي الملك أنطونيوس من فيه والأمير رودريغوس بالحبس يعني انت هينا لا مش مظبوط نحن ابتدينا وصاحبين الحق والحق عنا للأسف بيموت مين قال انه حقنا بيموت عشنا بمغاير عمرنا هبنا شاب الدهر عكافنا وشبنا حنص صخر صار في لبنان بيغيب لو لم الدنيا غبنا كل العذاب اليوم بيكبر حرموا عيوننا من النوم رح نضل ولادنا تهدورنا تلحل قلوب ترجع شمسنا بتطل 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 ما دام عنا للحي مشروط إيمان نبني عادي ما نشدود ما تخاف يا إنسان على الإحلام لبنان باني والحرب بتعود ما دام عنا للحي أشهود إيمان نبني عادي ما نشدود ما تخاف يا إنسان على الإحلام لبنان باني والحرب بتعود لبنان إنا للحي أشهود